Any questions? So, if there is no compulsion in religion, why is there penalty for apostasy in Islam? Actually, can you clarify the penalty for apostasy? لماذا هناك عقوبة للردة؟ وهذا السؤال. والجواب أن عقوبة الردة ليست هي عقوبة متفق، يعني هناك خلاف وجدل في موضوع عقوبة الردة في الفقه الإسلامي. وهناك بعض كما قلت لكم في بداية الحديث أنه لا بد من فهم القصة كاملة حتى نحكم على الحديث. دائما كل حديث له قصة، ولا شك أن الفقهاء يختلفون في فهم الحديث بناء على اختلاف الناس في فهم. ولذلك الحديث المشهور في ذلك هو حديث من بدل دينه فاقتلوه، هكذا هو الحديث. الحديث فيه خلاف من حيث السند، وبعض العلماء يصححون، بعض العلماء هناك منهم من يعني يناقش في إسناده. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذا محمول على من يقوم بالمضادة والاعتداء على المسلمين، يعني يقوم بعمل كما يقال يخل بالنظام العام. هناك يعني بعض الأمور قد تخل بالنظام العام، الذي يكون مثلا رأسا. حصل هذا في التاريخ، أن هناك مجموعة من غير المسلم ممن كانوا مسلمين فارتدوا ليأخذوا مجموعة من المسلمين ويضلونهم مرة أخرى بأساليب مختلفة. فهذا أمر مختلف، يعني عندما تكون الردة تستتبع أمور تثير الفوضى مثلا أو النظام العام للمسلمين، فهنا يتدخل المسؤول أو الإمام المسلم للعقوبة. لكن هناك كثير من القصص، يعني مما يدل على أن هذا الحديث ليس مقصودا على إطلاقه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش معه عدد كبير من المنافقين غير المسلمين. وأكثر من مرة يحاول بعض الصحابة، عمر وغيره، يقول دعني أقتل فلان فقد يعني كفر، أو أنه قد بدل دينه أو كذا في بعض الأحاديث. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تارة دعه، تارة لا. يعني هناك أكثر من حديث في ذلك أنه يعني يعرض عن هذا الطلب ويتركهم. وهذا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن، وهو يعلم علم اليقين أنهم غير مسلمين، لأن الله أطلعه بالقرآن أن هؤلاء غير مسلمون، وإنما دخلوا نفاقا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم له قصة مشهورة مع رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن أبي سلول. وكان يعني حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين، وكان عدوا لدودا للرسول صلى الله عليه وسلم، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفنه في ثوبه، يعني طلب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ليموت وهو مكفن فيه، فمنحه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه ليموت ليدفن ويكفن. So the brother was asking about the punishment of apostasy in Islam, and Dr. Matani's answer is that this punishment is not something that is 100% agreed upon between scholars in Islam. There has been some debate about the authenticity of the hadith. Some scholars say that it's a sahih hadith, and some other scholars say that it's not 100% sahih hadith. So there is no agreement, 100% agreement about it. And the hadith is saying that من بدل دينه فاقتلوه, whoever switches his religion, changes his religion, kill him. And again, you have to understand the story behind the hadith. And in fact, it's implying on people who have changed their religion, and they were doing harm in the society. They were trying to convince other people to change their religion, and they are missing with the
what you can call the national security or national society, the peace inside the society. So they were doing a crime, it's not something that has to do with their own belief. They were trying to make some chaos in the society as well. So it's considered a crime. So that's why there is a punishment for this. And the other thing that you can, another argument, is that Prophet ﷺ actually was living in Medina Munawwara, and there was munafiqeen, people who claim that they are Muslim, but inside of themselves, they are not Muslim, and are to be wrapped around him when he's dead inside the grave. And Rasulullah ﷺ gave him his dress to be wrapped in, and he's not a true Muslim. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا في من يرى قتل المرتد كعقوبة له, في تحليل ذلك أن دخول الإسلام ليس كالخروج منه, فهناك من يدخل في دين الإسلام ليحاول أن يشكك فيه أو يكون هذا الدخول لبعض الأغراض الخاصة لخدمة أعداء الدين, ولذلك حتى الذي يريد أن يدخل إلى دين الإسلام يعرف قبل الدخول تمام الأحكام, ومن ذلك حكم الردة عن الإسلام. فهو قبل أن يدخل بقناعة, فإن لم يكن مقتنعا فالأمر له, لكن وبعد أن يدخل لدين الإسلام فإن دخوله في هذا الدين يتحتم عليه البقاء فيه طالما أنه دخل بالقناعة التامة. ومن أجل الحفاظ على وحدة المسلمين ومن أجل الحفاظ على بيضة الإسلام كان ممن يرى من العلماء أن يقتل المرتد أن يجعل هذا عقوبة للمرتد من باب الحفاظ على وحدة المسلمين والحفاظ على دائرة الإسلام من المشككين والمغرضين الذين يدخلون ويندسون من أجل التشويه لسمعة الإسلام والمسلمين, حيث أنهم يحاولون أن يبثوا الشبهات والدسائس ويحاولون أن يصطادوا في الماء العكر. So Dr. Mazen is also explaining the other point of view who approve the punishment for apostasy by killing, is that it's different from because there are different scenarios. So for example, some people claim to convert to Islam, but their true intention is to try to spread false news to make people have some doubts about their faith and infiltrate the Muslim society. So, in order to act against these, it has to be clear for anyone who is converting to Islam that there are some rulings about Islamic faith, and that if you change your mind and say I'm not Muslim anymore, there is a punishment that comes with that. So the person has to be 100% sure that he's taking the right decision, and this is like a filtration mechanism to try to minimize the infiltration attempts that can be done by some people. في نقطة إضافية بسيطة, وهو أنه يعني هناك رأي يقول بقتل المرتد مطلقا, يعني لا ننكر هذا الرأي, لكن نحن نحاول بطريقتنا أن نفهم هذا الرأي من وجهة نظر الإسلام. يعني ليس كل رأي موجود في كتب الفقهاء هو رأي مسلم به 100%, ولكن هو قابل للنقاش والتأمل والتفكير. هذا الرأي استخلصه بعض العلماء ونحن نؤيده, وهو أن قتل المرتد ليس على إطلاقه, وإنما هو مخصوص بفئة معينة تقوم بنشر الفوضى أو نقض الإسلام ونحو ذلك. So it is true that some scholars sure believe that it's absolutely 100% sure about it that if one if a Muslim like reverts to another religion he should be killed. This is an opinion, but we're trying to say that there is no solid rule, and it's this specific punishment is there is some debate about it, and we can understand it in the context of
people who are trying to do harm to Islam, who are trying to make some case in the society of Muslim society, who are doing hostile actions toward the Muslim society. And this is the context that we understand this rule in Islam. Brother, does this answer your question? Any other questions? If the sisters have any questions, they can write it down and we can take the questions and forward to our honorable doctors. So there's a brother asking about at the end of the hadith that I was ordered to fight people to say that until they say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, if they did so, they saved their selves and their money from me, except by the right of Islam. So the brother is asking about what does it mean only by the right of Islam. المقصود بحقها هنا أنه يعني من قتل نفسا مثلا هذا حق من الحقوق التي يقتل به الإنسان يعني الذي يقتل إنسانا آخر فإنه يقتل هذا هو المقصود. So what is meant by this is يعني إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو معصوم الدم لكن هذا ليس على إطلاقه ممكن يقوم بقتل أحد الأشخاص فهنا العقوبة يعني إذا قتل فإنه يقتل إذا قتل الإنسان فإنه يقتل فالعصمة هي هذا الأصل في كل مسلم أنه معصوم لكن الذي يعتدي أو يقتل فإنه يخرج من ذلك بقوله إلا بحقها. So the answer is when the Sallallahu Alaihi Wasallam said except by the right of Islam or except by the rule of Islam which means that if you became a Muslim you saved yourself and your money, unless you do a crime that the punishment for which in Islam is to be killed. Like if you kill someone, the punishment is to be killed, for an example. So there's a difference between sin and crime in this issue. Between? Sin and crime. Difference between sin and crime? Is there a difference? I don't know the difference between the dhanb and the khat. الجريمة هي ذنب والذنب يعني قد يكون يعني قد يطلق الذنب الجريمة تطلق على أمر في الغالب أنه عظيم في الغالب وإن كان هناك تداخل يعني هناك تداخل لكن الذنب يستخدم لما هو كبير وهو صغير في يعني في استخداماتنا أو في استخدامات في اللغة العربية يطلق الذنب على الشيء الصغير والكبير لكن إذا قلنا هذه جريمة فنتكلم عن أمر غالبا هو عظيم. So when you say a crime, usually you're referring to a major mistake, a grave mistake. But a sin implies both. Even if it's a small mistake or a grave mistake, it's a sin. But a crime usually implies a bigger sin, bigger mistake. So the Sharia punish a crime or the Sharia punish a sin? الشريعة وضعت عقوبات يعني البنشمنت العقوبات هي الجرائم. بعد السؤال نعم هو يسأل يقول هل تعاقب الشريعة على الذنب أم على الجريمة؟ يعني نحن نقول إنه
يعني نتكلم عن العقوبات نتكلم عن جرائم قد تكون هناك يعني الذنوب إذا كانت صغيرة غالبا أن الذنب هناك يعني العقوبات في الإسلام مختلفة هناك عقوبة حدود مثلا هناك عقوبة قصاص هناك عقوبات تعزير هذه مطلقة وتختلف فيها الصغير والكبير بعضها يعني يكتفى به مثلا أضعف العقوبة التوبيخ مثلا التوبيخ التهديد هذه من العقوبات للأشياء البسيطة مثلا لكن الجرائم الكبيرة هناك مثلا عقوبات متعددة مثل الزنا القتل والسرقة هذه لها عقوبات مغلظة. So it's not that simple. Like there are many levels and many grades of crimes, classifications, and the punishment for each. Like it can be very big and can be just a warning. So it depends on the type of the crime, the type of the action itself. So. أحيانا الجرائم إذا أو الدم يعني هي جريمة نوع من أنواع الذنب أحيانا قد يكون فيه تعلق بحقوق الآخرين فمن يعتدي على الآخر فهنا يعاقب أما إذا كان ذنبا يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى يعني إنسان أذنب ذنبا قصر في شيء من العبادات فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أو أتى شيئا من المحرمات في كذب أو غير ذلك فهنا هذه أمر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى هذه العلاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى إذا تاب العبد من الذنب وبشروط التوبة من إقلاع وندم وعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب واستغفار لله سبحانه وتعالى هنا يمحى هذا الذنب وكثير من مكفرات الذنوب التي جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الإشكال يأتي حينما تتعلق هذه سواء سميناها جرائم أو ذنوب بحقوق الآخرين هنا يأتي التفسير وأيضا إضافة بسيطة لو تترجم مرة أخرى أن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة وآخر شيء لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. So in another way to look at it, that many of the punishments they are specifically targeted to the actions that you would harm other people, that you would take from the rights from the like other people will be harmed with your actions, but the action that is between yourself and Allah, nobody knows about it. There is usually no punishment for it if you do a true tawbah and true repentance to Allah Subhanahu wa Taala, and you and usually the mistakes that you make with people are usually close within the. There is like hardship between people, so you have to take your right. People need to take the right, want to take the right. But if it's between you and Allah, Allah is all forgiving and all merciful. Yeah. My question is that if you have a death sentence, you can waive that by blood money. So if you're rich, you get away with it. If you're poor, you're not able to. Isn't that rather than unfair? فبعض الأحكام بالقتل الدية فالدية فالدية لو الدية بعض الناس تقدر أن تدفع تستطيع أن تدفع الدية وبعض الآخر لا يستطيع أن يدفع الدية فربما لنفس الجريمة أحد يعني يقتل لأنه لا يستطيع دفع الدية وآخر يستطيع أن يدفعها فينجو من العقوبة هذا لأنه غني وهذا لأنه فقير فيعني ربما يكون فيها نوع من عدم العدالة بالنسبة ليس الأمر متعلق هو هناك تفريق بين من يستحق القصاص وبين من لا يستحق بالقتل العمد إذا قتل الإنسان آخر محصوم الدم فإنه يقتل به ولأولياء المقتول الحق في المطالبة بالقصاص سواء كان هذا القاتل فقيرا أو غنيا لا فرق في المطالبة أي مطالبة أولياء هذا المقتول أن يطالبوا به بالطرق النظامية والقانونية يطالبوا باستيفاء هذا الحق فهو حق مشروع لهم وأيضا بإمكانهم هم الورثة هؤلاء أولياء المقتول أن يتنازلوا عن هذا الحق
سواء كان هذا القاتل فقيرا أو غنيا، أن يتنازلوا إما لوجه الله تعالى مطلقا هكذا، أو أن يتنازلوا إلى بمبلغ يعني يتم الاتفاق عليه أو بمبلغ الدية. هنا لا فرق بين القاتل سواء كان فقيرا أو غنيا، الأمر يرجع إلى إذا كان القتل عمدا فإن الحق هنا يملكه هؤلاء الورثة، إما أن يطالبوا بالقصاص أو بالعفو. قد أحيانا يكون هذا إذا طالبوا الصلح على مبلغ أو بالدية قد هو فعلا قد لا يكون يملكها، فبالتالي هنا ليست المسألة لكونه فقيرا أو غنيا وعدم تحقق العدالة، العدالة متحققة في أن أولياء المقتول أعطوا هذا الحق هم تنازلوا عنه. في القتل العمد، أما القتل الخطأ الدية تكون على لا قصاص فيه، إلا أنها تكون فيه الدية على العاقل حتى لا أقارب القاتل. So the punishment of killing was for with someone who made the crime of killing intention. So it is the right of the relatives of the person who was killed to forgive and give away, or to ask for compensation or the diya. So It's not about the person who committed the crime. It's rather about the people who are given the right, whether to ask for it or give it away, or forgive or ask for the punishment, the highest punishment, which is killing. So the way you see it is, it's justice from this point of view. It's not about people, a person who's rich or does this answer your question? Okay. I guess. If a person, if a family wants money and that person is poor, he's not going to be able to pay or pay the compensation. So even though if the family says, okay, we forgive you, but this is the amount of money, you have to compensate us for the loss. And if that person is a poor person, he's not going to be able to perform that. That was the question. أنا أسأل إنه هو إذا كان هم أنتم تسأل أهل المتوفى مستعدين إنه هم يسمحوا بس مقابل الدية، وهذا الشخص فقير، ف يعني أين العدالة في ذلك؟ يعني هو مش مؤمن. لا يعني ما في دخل هنا للعدالة، عدالة في التشريع متحقق، كون هذا الشخص لا يملك يعني هذا شيء عليه. يعني هو الآن هو يعني الشخص اللي هو الغني الذي قتل أعطي الفرصة، لأنه مجرد أنه هو غني أنه ينجو يعني بفعلته لأنه يملك المال يعني يدفع لأهل المتوفى، في حين أن الفقير الذي لا يملك إذا فعل نفس الفعل فهو يعني يتم القصاص منه. فهمت مقصود، والفكرة أنه لا علاقة للغني والفقير بالموضوع، أنه هو أصلاً قتل، هو عمل جريمة، تمام؟ فيستحق إيش؟ قتل عمدا، قتل يقتل. في خيار له، قد يعني إذا صاحب الحق أهل المقتول ممكن يسامحه بمقابل أو بدون مقابل، صحيح؟ يمكن أن يسامحه بمقابل أو بدون غير مقابل. هذا خيار إضافي يعني ليس الأصل، الأصل إنه اللي يقتل من قتل يقتل. الخيار الإضافي إن أنشأوا عرضوا عليه فإن دفع مالا سامحوه، وإن لم يدفع يعني طلبوا القصاص منه. قد يكون غني ولا يريد أن يدفع مثلا، بغض النظر يعني المسألة لا علاقة له إنه غني أو فقير، هو أصلا مجرم على كل الأحوال، كلاهما مجرم. فيعني الخيار لأصحاب الحق، حتى الغني قد يطلب منه أكثر من طاقته، قد يطلب منه مبالغ كبيرة جدا، 100 مليون ممكن أرض مقتلته 200 مليون وبس هذا يسمح كأنه. So to answer this question is a crime is a crime. So the basic concept is the person who kills someone intentionally is a criminal and he should be killed. However, there is an option for the relatives of the people. If they want to forgive, we can forgive. The person who was killed, if they want to forgive him, they can. If they want to ask for a compensation money, the diya,
they can. It's up to them. But the basic punishment that Allah subhanahu wa ta'ala has said is a qasas, which means like to kill the person who killed another person. If people who are asking money they are willing to ask money, this is up to the people themselves. This has nothing to do with the rulings of Allah subhanahu wa ta'ala has said. This has to do with the people. They made their choice. They want to take this choice rather than taking qasas. But the basic concept is whoever committed the crime of killing should be killed. The brother who has killed. Inside the junior. According to his question and his answer, if a person is going to do a crime, kill someone, will the God forgive him or put him in the hell, or will God forgive him? Is there anything that God can forgive him or will forgive him? So he committed the crime of killing. Okay, so he should be killed. Okay. He cannot guarantee that the relatives of the people, of the person whom he killed, will accept the compensation. There is no guarantee for this. So if the relative of the family forgive him, will God forgive him or no? بالنسبه لمن قتل القاتل مثلا هناك عقوبتان عقوبه للحاكم قد تكون للحكومه يعني ليس كل لن ينجو القاتل من العقوبه حتى لو كانت تعزيريه او عقوبه اضافيه الان مثلا في بعض الكثير من الدول الذي يقتل دول تتكلم عن الدول الاسلاميه او في التي يعني تطبق الشريعه الاسلاميه الذي يقتل يقتل الا اذا عفى عنه أهله طيب عفى عنه أهله هل يعاقب ولا ما يعاقب؟ نعم هناك عقوبات تقديرية للحكومة مثلا بأن تضع عقوبة معينة سجن مثلا أو مبلغ مالي أو أي شيء من هذا القبيل ليرتدع الناس عن مثل هذه الجرائم فليس الأمر متروكا من غير عقوبة تماما أما في الآخرة فهو إن تاب تاب الله عليه تاب الله عليه و يعني الله يغفر كل الذنوب الا الشرك كما يعني في الايه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. So there is two parts. The first part is that the punishment is not just if it's waived, it's not completely waived. So if the people, relatives of the person who was killed, choose to take the diya and forgive the person, there's still the civil right that's within the control of the ruling system, within the government or the king or whoever. So they set another punishment that they estimate themselves to make it to make people think twice if they want to do that. So I'm trying to find the word for that. So the scholar is saying whether maybe God forgive him. The second part is for the other life, for the Allah subhanahu wa ta'ala accept repentance for every crime, for every sin except shirk, that you associate someone with Allah subhanahu wa ta'ala. So this criminal person, if he made tawbah and he made repentance to Allah and he feel sorry about what he did and he is sincere in his tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala will accept his tawbah. Okay. So there is another question then. According to this question, the question is, will the God judgment be under pressure if God forgives the person who killed someone and then God forgive him? So there is the justice of the God, you know? So then the justice of the God will be under question. I mean, I know that God can forgive, maybe not forgive, but if someone do something wrong, he will be forgiven. Your question is not clear. I mean, God has justice. Okay. You know, this is justice. So if God forgive him, what
what about the justice of the God? So you're saying that you think you're questioning the justice of God because He forgives the person who killed someone else after doing repentance. Is that your question? سؤالي يعني هو يعني يعني العفو دائما الله سبحانه وتعالى يعني عدل في كل أحكامه فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا لكن لا يعني هذا أن القاتل إذا عفى الله عنه أن المقتول ليس لا يأخذ حقه يعني دائما في قاعدة عامة عند الإسلام أنه إذا تعلقت الجريمة بحق بشر فإنه لا بد أن يأخذ هذا البشر حقه حتى الحيوانات حديث الشريف أنه يعني لا يعني الحيوانات كما جاء في القرآن تكون ترابا تتحول إلى تراب في الأخير لكنه لا يتم هذا حتى يؤخذ للشاة القرناء من الشاة الصمات يعني الشاة ضربت شاة وآذتها فإنه أيضا من العدل أن الله يعني ينصف هذه من هذه كما جاء في بعض الآثار فالمقصود أن كل شخص سيأخذ حقه كيف يختلف الأمر يعني قد يعطي الله هذا المقتول ما يرضيه ويرفعه منزلة مثلا في الجنة مقابل أنه يعني عفى عن هذا أو أن الله غفر لهذا مثلا وهكذا يعني أقصد القاعدة أنه لا يمكن أن يغفل حق أحد واضح؟ So to answer your question, there is a solid rule that everyone will take his right. So even though this person who committed the crime, he made repentance, Allah subhanahu wa ta'ala forgives him and accepts him, the deceased person, the person who was killed, he will still take his right in the afterlife. How this is can differ from case to another. Maybe Allah subhanahu wa ta'ala elevates his level in Jannah, and give him like a high level in Jannah that he was pleased and forgive the other person. It can be in another forms, but even the animals, if like a sheep like hit other sheep, they will take revenge from each other in the judgment day. So even to this level. So this forgiveness and of the person who did repentance to Allah subhanahu wa ta'ala, does not negate the fact that there will be justice and everyone will take his right in the afterlife. So does it answer? Another question. Another question is, if a person done a lot of good things, but sometimes he do something wrong, a crime or a sin, whatever, then God will take his goodness and give it to the person, another person? Is it something that I heard? يعني السؤال أنه الأخ سمع أن يعني شخص يعمل الكثير من الحسنات ولكنه يعمل سيئات أخرى وذنوب أخرى هل يؤخذ من حسناته لأشخاص آخرين يعني بسبب هذه الذنوب الذي فعلها أو أنه ظلم من شخص آخر الأشخاص اللي أساءلهم تؤخذ من حسناته للأشخاص اللي أساءلهم أو يؤخذ من حسناته بسبب ذنوبه نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال اسأل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ذات يوم تدرون من المفلس من أمتي يوم القيامة فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرحت في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا الإنسان قد يفعل الحسنات في الدنيا ولكنه قد يضيعها بسبب سوء تصرفاته بسبب تعديه على الآخرين والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له تلك المرأة التي كانت لها من صلاة وصيام ولكنها كانت تؤذي الغير فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار إذا الإنسان يحرص على أن لا يضيع حسناته بتجاوزاته على الآخرين بأي صورة من صور التجاوز المحرم. So to answer the question, it's yes. The Prophet صلى الله عليه وسلم in two hadith he mentioned that he asked his companion, "Oh, Prophet of Allah, we know the bankrupt of us is the one who doesn't have any money." So he replied, "The bankrupt from my ummah in the
afterlife is the one who comes with a huge amount of hasanat, good deeds. He made salah, made zakat, good deeds. But in fact, but he like made ghaiba to another one. He stole the money from another one. He killed another one. So they will all these people will take from his hasanat until he has no hasanat. Then their sins, their sayyad, their bad deeds will be thrown on him, and he will be thrown on the hellfire. أنه لا يخلد في النار يعني تكون هذه العقوبة مؤقتة لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول هذا فرق. But the difference is the this person still a Muslim because he declares that there is no God but Allah and Muhammad is the messenger of Allah. So his punishment in the hellfire will be temporary. So he will be punished for a period of time. Then after that, he will get out of the hellfire. But he will be punished for his mistakes. Allah doesn't forgive someone who associates another God with him, but he forgives anything else. So can you just call me or not again, please? So this is very important. If a person do a saint, what is your prayer? And after that, he began to cry. He said to God, "Oh God, I done something wrong, but I'm so sorry." Was the person going to? Will he be forgiven by God? The person. Then again, the first part of your question. Okay. If a person do a crime or a saint, and after doing crime a saint, then a person going to say sorry, like, "Oh, I did wrong." You mean he repent? Huh? He repent. Yeah, from the sin. Then the God will forgive him. Is there anything? إذا شخص قام بذنب ما وبعد ما حدث الذنب يعني نادى يا الله يعني دعا الله أن يغفر له وسامحني يا الله هل يغفر الله له؟ إذا هو بكى وتألم واحترق من هذه المعصية وشعر بأنه كان مخطئا ثم التجأ إلى الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يغفر له بشرط أن لا يعود إلى الذنب يعني على الأقل أن يعقد النية ويعزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب الله عز وجل أفرح بتوبة العبد من امرأة الأم التي ضيعت ابنها ثم وجدته الله عز وجل أفرح بتوبة العبد من هذه الأم التي أضعت ابنها. So if this person is sincere in his feelings and he truly feels sorry for his crime and he made a true intention that he will never go back to this sin that he did, sure Allah subhanahu wa ta'ala will forgive him. And Allah subhanahu wa ta'ala knows what is within your heart. He knows what's truly within your heart. So if you're sincere and you have true intention that you're not going to do this again, so Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you. And it will forgive your sin. And Allah subhanahu wa ta'ala is more pleased with the one who do repentance and tawbah than the lady who like lost her child in the desert and then found him. Okay, if again repeated the same sin, then Even if you do it again, as long as you are sincere, but. في الحديث في قصة رجل جاء إلى النبي يعني في القصة أنه جاء أن رجل أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر الله له ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر الله له فأذنب ذنبا آخر وقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله سبحانه وتعالى قد غفرت له ودخلت الجنة كثرة العودة والاستغفار محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى البشر طبيعته أنه خطاء القصة أو الأمر المهم هنا أنه إذا عمل الذنب يتوب ثم حتى لو عمله مرة أخرى لا إشكال بذلك أنه يعزم على عدم العودة إليه طبيعة البشر أنه يخطئ بكثرة لكن الفرق أن الذي هناك من يخطئ وهو مصر على خطئه ويعود إليه ومصر ولا يبالي بذلك لكن هناك شخص آخر يذنب لكنه يندم
ويتوب حقيقة ثم يعود إليه مرة أخرى لأنه بشر ثم يتوب ثم يعود، هذا أمر محبوب إلى الله أن الإنسان يكرر التوبة أكثر من مرة، ولا شك أنه يغفر له. وهناك من قتل، يعني لا أريد أن أطيل، يعني يكفي هذا الجواب. لو لم تذنبون لأتيت بقوم يذنبون فليستغفرون فاغفر لهم. الحديث كما ورد عن عائشة. Yeah, so Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with the one who do repentance. Even if you do it one more time, He will still forgive you as long as you are sincere and you feel, really feel sorry from your heart that you did this mistake. And at the time of the Prophet, there is a person who did a mistake and he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and asked Allah forgive me. So he told him that Allah forgives me. And then he did repentance again. And he did another mistake and he did repentance. Allah forgives him. Then he did another one and another one. And then finally he did repentance. Allah, I forgive him and I will enter him Jannah. So Allah is pleased with the one who do repentance. But you have to be cautious that there's a difference between the person who feels sorry and do repentance sincerely and some person who say that, oh, I'm sorry, I do repentance, but within himself, he does the mistake. He knows that he's going to do it again. He's not true. In his tongue. So you have to be cautious about this. Well, thank you so much. Can I ask another question? So we have to finish now for the sake of time. We can, if you want, anyone else have any other questions, we can ask individually after this. At the end, we thank our honorable doctors for their. Very informative speeches and for their patience for our questions. Jazakumullah khairan, ashkurkum yani shukran jazilan ala al-ma'lumat al-qayma wa barakallahu feekum jama'a. Thank you for your attendance. Jazakumullah khairan. Shukran. Jazakumullah khairan.